حول الوضع الإنساني في مناطق سيطرة المعارضة في ظل إغلاق النظام وحليفه الروسي المعابر السورية، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول مدير وكالة المصدر الإخبارية نورس العرفي. أستاذ نورس، مرحبا بكم. 4 ملايين سوري في إدلب ومحيطها يعانون ظروفا معيشية صعبة في ظل إغلاق النظام للمعابر، لكن اللوم يقع على المعارضة حيث أنها لم تطرح ملف المعابر خلال كل الجولات التي خاضتها دبلوماسيا مع النظام في فيينا وجنيف وسوتشي. ما السبب في ذلك؟ أهلا بك أستاذ محمد وبمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة موضوع المعابر هو نقطة ضغط يستخدمها نظام الأسد الآن وروسيا، طبعا نظام الأسد وروسيا هما اللذان يستخدمان هذه النقطة لتكون مصدر دخل حقيقة لمناطق النظام. هي تؤثر على مناطق المعارضة طبيعي، لكن التأثير الأكبر على مناطق النظام. ما يريده النظام الآن هي أن تدخل المساعدات الدولية عن طريقه ليبدأ بالتحكم بها وليجبر المعارضة على فتح المعابر مع مناطق النظام. نحن نعلم بأن مناطق المعارضة متصلة اتصالا مباشرا مع تركيا، وتدخل لها جميع المواد الغذائية، وبالأصل تلك المناطق تتعامل بالليرة التركية. نعم. إذن موضوع المعابر وإيقاف إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء وأن تكون حكرا على النظام هي نقطة ضغط، هي مسألة لصالح النظام طبعا. وإن حصلت كما تفضلت ستخنق مناطق المعارضة بشكل عام، إن كان إدلب أو مناطق الزيتون، درع الفرات، أي ريف حلب. طيب أستاذ نورس، النظام والحليف الروسي برروا غلق المعابر بحجة أن هناك تهريب للمسلحين والسلاح، هل لديكم أي مقبولية بهذه الحجج أستاذ نورس؟ النظام قام بإغلاق المعابر هي أداة ضغط أستاذ محمد، و نعم. في الحقيقة هو يسعى لفتحها منذ مدة طويلة، ولكن الآن وبالحديث بعد انتهاء التفويض الأمم المتحدة بإيصال المساعدات عن طريق المعابر التركية، بدأ باستخدام هذه الورقة وبالمزاعم التي لا صح لها بأن هناك تهريب مسلحين، بأن هناك تهريب أسلحة. هذه عبارة عن مزاعم فقط، وهي أيضا لتضاف إلى عملية الضغط الدولي على معابر المعارضة وعلى إغلاقها أيضا عن طريق تركيا. المشكلة هي في المساعدات الدولية التي بالفعل إن أصبحت عن طريق النظام فهذه مشكلة كبيرة، إن روسيا أصرت على ذلك فهذا سيكون مشكلة كبيرة لدى المعارضة بالنسبة لتلك المساعدات. النظام يتحجج كما قلت لك أستاذ محمد بوجود تهريب لأسلحة، بوجود تهريب لمسلحين. أبدا، هي عبارة عن أوامر روسية وجهت له بأن يقوم بذلك بهذا الوقت تحديدا لتكتمل عملية الضغط دوليا وداخليا. أستاذ نورس، الملف الإنساني أصبح ورقة ضغط اليوم ليس على المعارضة السورية فقط وأيضا، ولكن على الملايين المحاصرة في محافظة إدلب إنجاز التعبير. لكن السؤال المطروح هنا، هل أصبح يعني ملف المعابر وسيلة لتدوير نظام الأسد؟ نعم بالضبط، هي إحدى الوسائل التي تستخدمها روسيا لإعادة تدوير نظام الأسد. الحديث الذي يحصل الآن سياسياً عن اتفاق بين بايدن وبوتين عن وجود بديل للأسد، عن وجود تقارب بين أمريكا وروسيا، هذا كلام عاري عن الصحة. هذا النظام لا يستبدلونه لأنهم لن يجدوا بديلا له يعطي تلك الدول كل ما تريد. لذلك أنا أستبعد استبدال نظام الأسد لا شك. أيضا لكي نكون منصفين، العلاقات التركية الروسية تؤثر كثيرا على الملف السوري بشكل عام. الآن إن حصل أي تقارب بين تركيا وأمريكا تبدأ روسيا باللعب بهذه الورقة، إن كان الورقة الإنسانية أو ورقة حتى القصف. اليوم هناك قصف في إدلب بالقرب من نقطة تركية، هناك ضحايا أيضا. إذن تركيا تبدأ بعمليات الضغط، هذا كلما حصل أي تقارب بين
تركيا وأمريكا حتى لو كان بسيطا. نحن نعلم بأن الاجتماع الأخير كان إلى حد ما جيد بين بايدن ورئيس أردوغان، نعم. لذلك تبدأ روسيا باستخدام هذه الورقة بالقصف لتحقيق مكاسب سياسية. إذا نستطيع أن نقول ومع الأسف القضية السورية أصبحت قضية دولية وقضية مناوشات ومناكفات سياسية في الأروقة. على ذكر أن القضية السورية أصبحت قضية دولية، كيف تقيمون موقف المجتمع الدولي من غلق المعابر، لا سيما أن نتائجها واضحة على ملايين السوريين في محافظة إدلب ومحيط إدلب؟ أي مجتمع دولي يا أستاذ محمد؟ لا. المجتمع الدولي لا يهمه السوريون ولا يهمه إنسان، وهذه الكذبة التي ينادون بها حقوق إنسان ومساواة. أي مجتمع دولي لا يهمه جوع أطفال ولا يهمه موتهم. هذا المجتمع الدولي هو عبارة عن مطية بيد الدول الكبرى تتحكم به كما تشاء. تلك المنظمات الدولية للأسف أغلبها، لكي لا أقول الجميع، أغلبها هي منظمات تتعامل بشكل سياسي وتوجه من قبل خمس دول كبرى نحن نعرفها للأسف. حتى الصين التي تعتبر من الدول الكبيرة تميل لنظام الأسد وتقف مع نظام الأسد، ويسمون ما يحصل بسوريا عبارة عن حرب أهلية. أي حرب أهلية هذه؟ هي ثورة شعبية كبيرة. المجتمع الدولي لا يهمه جوع الأطفال، لا يهمه ما يحصل بالمخيمات، المهم أن يحقق مكاسب سياسية. ولو أراد ذلك المجتمع الإطاحة بنظام الأسد وإنصاف الشعب السوري وبنصرة ثورته هذه لفعل هذا منذ سنوات، لكنه لا يريد إنهاء الأزمة، بل هو يقوم بإدارتها وإطالة عمرها. وإلا المهزلة الأخيرة التي حصلت في الانتخابات، نعم. والتزوير الذي ظهر على السوشيال ميديا، نعم. أستاذ محمد، نعم. فضائح ظهرت على السوشيال ميديا. هذه لو حصلت بأي دولة ديمقراطية لقامت الدنيا ولم تقعد ولا ألغيت الانتخابات. ولكن أستاذ نورس، ولكن المجتمع، نعم. الدولي لم يعترف بنتائج هذه الانتخابات، هل هذا من صالحكم؟ طبعا ليست من صالحنا أستاذ محمد. من الذي يجلس الآن في مجلس الأمن؟ من الذي يعترف به؟ من الذي يعيد انتخابه في منظمة الصحة العالمية، في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية؟ النظام، نظام الأسد. الآن من يعترف به والمعترف به دوليا هو نظام الأسد، حتى بجامعة الدول العربية بين قوسين طبعا. نعم. جامعة الدول العربية لم تعطي مقعد سوريا للمعارضة إلا، نعم. لساعة واحدة. إذن المجتمع الدولي لا تهمه سوريا وليس من صالحنا، بل هو يعترف بنظام الأسد ولا يزال يتعامل مع نظام الأسد. والمهازل التي تحصل إن كان قيصر أو غير قيصر وهذه الأمور هي ليست في صالح المعارضة، كما قلت لك قبل قليل، هي عبارة عن إدارة أزمة لإطالة أمد هذا الصراع لتبقى سوريا غير مستقرة. والمجتمع الدولي يسير على نهج بن غوريون عندما قال قوة إسرائيل ليست في سلاحها النووي، نعم. بل قوتها بتفكيك ثلاث دول قوية محيطة بها، وهي العراق، سوريا ومصر. ولنحصل ذلك بقوتنا بل بغباء الآخرين، فتتوا العراق والآن سوريا ولن يتركوا حتى مصر. إذن هذا، نعم. المجتمع الدولي يسير كما أراد بن غوريون وكما تريد إسرائيل مع الأسف. عبر سكايب من إسطنبول مدير وكالة المصدر الإخبارية نورس العرفي، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.